رحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين الحباب ديالي الغزالي؟ لاباس عليكم؟ بخير، كل شيء مزيان. اليوم شت لكم فيديو جديد كيف العادة، كنتمنى يعجبكم. شت لكم حريشة لذيذة وسهلة وسريعة دغيا كتحضر. يلا على بركة الله نوريكم المقادير. بسم الله، هنايا خديت إناء غنوضع فيه 3 الكؤوس ديال السميدة، السميد الناعم، السميدة ديال الحلوة، عندي 3 الكؤوس عنبة كما كتشوفوا معايا، وهذا الكاس الثالث والأخير. وعنضيف معلقة ديال الزبدة كبيرة، دير بنات الزبدة اختيارية اللي ما بغيتش يديرها ما يديرهاش، ومعلقة ديال العسل حتى هو اختياري، اللي ما بغيتش يديرو ما يديروش، يدير بلاصتو السكر حبيبات. وهنايا راس معلقة ديال الخميرة الفورية، شوية البنات ديال الخميرة الفورية ما كترتش، خميرة ديال الدار. هنا درت الملحة، درت نص معلقة الملحة، وعنضيف نص شاشية ديال خميرة حمراء تقريبا معلقة صغيرة ما عامراش، وهنا نصف كاس زيت الرومية، والبنات على بركة الله كنشد الخليط ديالي غنرملو بين بيديا. غادي نشدوك الدهون كامله، نحاول نشرب هذيك السميده مزيان تتشرب دوك الدهون كامله كما كيبان لكم. كنرمل الخليط ديالي مزيان باش ديك السميده كامله تشرب دوك الدهون. ايوا البنات كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى هاد الحريشه تجربوها، هي اقتصاديه وسهله وما كتاخدش وقت بزاف، قل من 20 دقيقة كتكون واجدة عندك الحريشة ديالك. كيف العادة ما تنسوش تابونو عندي، وشكرا بزاف، ودعموا القناة بليز، وعاونوني في ابوني وجيم وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم، وكنشكر كاع اللي كيدعمني دائما، شكرا بزاف. وهنا كما كيبان لكم بعد ما تخلطت ليا السميده ديالي مزيان وداك الدهون، انا كنخلطها مزيان تتشرب ليا الدهون ديالها كاملين. وهنا عنضيف كاس تاع الحليب، مقدار كاس تاع العنبه، غادي نضيفه على السميده ديالي كما كيبان لكم البنات. عفوا انا ما كنعجنش السميده، غير كنحاول نخلطها غير بصباعي، غير كنخلطها باش تماسك ليا الخليط، ما كندلكوش ما كنعجنوش مزيان. وهنايا في الاخير البنات غادي نجمع الخليط ديالي، وغادي نخليه يرتاح على جنب على ما نصاوب طبش عندها اللاطه. والبنات هنا خديت شويه ديال السميده، تقريبا 3 المعالق سميده كبار، غنضيف ليهم معلقه ديال السكر حبيبات باش تعطيني ديك الحموره في الوجه ديال الحريشه ديالي، وتقريبا معلقه ديال الزيت المائده دائما زيت الروميه، ونخلط هاد السميده ديالي حتى هي مزيان باش يندمجوا ليا المكونات. وهنا غناخد اللاطه ديالي، انا كنديرها في هاد المقله الثقيله، المقله الوجديه،
المقيله ديالي كما كيبان لكم. هاد المقله الثقيله باش ما تتحرقش ليا دغيا، تتكون ثقيله باش تهز على العافيه وطيب الحريشه طيب الحريشه مزيان. هنا انا راني داهنه المقله بالزيت الروميه، وعادي نحط شويه من داك الخلطه اللي درت. هنا البنات بعد ما رشيت المقيله ديالي بالسميده، هنا غناخذ الاناء ديالي غنخوي منه ديك العجينه، غنصب ديك العجين في المقله كما كيبان لكم. وهنايا غادي نبسطها على المقله، وانا كان مره كندير ايدي في الماء باش ما تلصقش ليا العجين في يدي، وكنبسطها في المقله. انا نحاول نوريكم كل شيء بالتفاصيل. وهي البنات سريعه وكتوجد في اقل مده، وزوينه للكوتي ولا الفطور، كتجي بنينه ما نعاودش لكم هي. وهنا كما كيبان لكم البنات انا مره كندهن ايدي بالماء بارد ما عادي، غير باش ما تلصقش ليا في ايدي. حتى في الطيابه البنات ما كتاخدش وقت طويل، دغيا كطيب كتجي زوينه. وهنا البنات بعد ما بسطت العجين ديالي مزيان في المقله كما كيبان لكم، غادي ناخد داكشي اللي بقى ليا من ديك الخلطه غنديرو فوق في الوجه ديالها، هذيك السميده اللي فيها الزيت البلديه وفيها عفوا الزيت الروميه وفيها السكر حبيبات، غادي نديرو في الوجه ديال الحريشه باش تجي حمراء ومرمله من الفوق. غادي نحاول نبسط الخليط ديالي او الخلطه اللي درت فوق العجين، نسرحها كامله على الحريشه ديالي. وهنا البنات غنهز المقيله ديالي نديها فوق البوطه، غادي نحطها فوق البوطه كما كيبان لكم، ودرتها على نار متوسطه، ما مجهده ما ناقصه، نار متوسطه. وهنايا كنحاول نتكها بهذا العود باش ما تنفخش، باش ما تعملش دوك النفيخات في الجناب. انا كنتقبها كامله بداك العود هكا صافي. البنات نخليوها حتى تطيب على خاطرها، ونعاود نقلبها على الجهه الاخرى. وهنا البنات بعد ما طابت ليا الحريشه كما كيبان لكم شهيه وزوينه، كتجي كتحمق ولذيذه حتى في المذاق. انا وضعت فوقها شويه الكونفيتير، وقطعت داك المورسو باش نوريكم من الداخل كيفاش كتجي. وهنا البنات كنتمنى تجربوها، وكنتمنى تعجبكم، وهي راه كتجي زوينه ولذيذه كما كيبان لكم البنات. هي رائعه وخفيفه واللي زوين فيها انها اقتصاديه وسريعه في الطياب، دغيا كطيب سهله توجديها في الكوتي ولا الفطور مع الصباح، ما كتاخذش وقت طويل. وهنا البنات شوفوا كيف كتجي في الداخل ديالها،
كتجي طايبة وزوينة. وهنا البنات ما بقى لي الا نقول لكم بالصحة والراحة وشهية طيبة، ودمتم في رعاية الله وحفظه. كنتمنى ربي يسهل على كل شيء وبالتوفيق وشكرا.